ونقول سلام عليكم. سلام، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي يا أستاذة. لو سمحت عاوز أسأل عن في أيام عليا كتير كده في رمضان قبل كده، أيوة وكنت بصوم الاثنين والخميس، كويس. ينفع؟ أي زي الفل يا حاج، يعني أنت عليك أيام من رمضان وبتعوضي طول السنة بقى في صيام الاثنين والخميس. طب وال 13 و 14 و 15 برضه بصوم؟ زي الفل، ربنا يتقبل يا رب. طب وصلاة الشبيح بنصليها ازاي؟ حاضر، عندك أسئلة تانية؟ لا شكرا. يلا حضري ورقة وقلم كده واكتبي وراها، عشان صلاة التسابيح عايزة تركيز شوية. شكرا ليك يا حاج. صلاة التسابيح دي يا حضرات صلاة مهمة جدا 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 وعظيمة. حكمها سنة. يعني إيه سنة؟ يعني يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها. تعملها تاخد شوية حسنات. بتعمل إيه صلاة التسابيح؟ بتكفر الذنوب، بتفرج الكروب، بتيسر لك كل أمر عسير، بتقضي الحوائج، حاجة عظيمة جدا، بتقيل العثرات، بتستر العورات، حاجة جميلة قوي صلاة التسابيح. طيب هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 4 ركعات يتصليهم متصلين، يتصليهم منفصلين. يعني إيه؟ يتصليهم ال4 ركعات، تصلي ركعتين وتسلم وبعدين تصلي ركعتين، يتصليهم 4 ركعات زي الظهر كده أو زي العشاء متصلين، بس في كل ركعة هتقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. يبقى هم 4 ركعات صلاة التسابيح أصليهم متصلين على بتسليمة واحدة في الآخر، ولا أصليهم منفصلين ركعتين وسلم وسلم وصلي ركعتين زي ما تحب. طيب يبقى 4 ركعات، في كل ركعة هنقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن. في كل ركعة فاتحة الكتاب، مثلا في الركعة الأولى أنا بدي مثال الفاتحة وسورة والعصر، في الركعة الثانية مثلا الفاتحة وسورة إنا أعطيناك الكوثر، في الركعة الثالثة الفاتحة وسورة إذا جاء نصر الله والفتح، في الركعة الرابعة الفاتحة وسورة قل هو الله أحد مثلا. واحد يقول لا لا أنا أقرأ 4 سور غيرهم، وإقرأ. أنا هقرأ من سورة ياسين، إقرأ. أنا هقرأ من سورة الملك، اللي تحبه. يبقى في ال4 ركعات في كل ركعة الفاتحة وما تيسر من القرآن. جميل. في كل ركعة هتسبح 75 تسبيحة. وإحنا عندنا كم ركعة؟ 4 × 75، يعني المجموع النهائي 300 تسبيحة. التسبيحة عبارة عن إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تمام كده؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دي كلها اسمها تسبيحة. تعملها في كل ركعة 15. متقسمين ازاي؟ أول ركعة قرأت الفاتحة وما تيسر، ماشي، بعد ما خلص قرأت الفاتحة وما تيسر أسبح 15 مرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دول كده 5، كمان 50، يبقى كده اسمها 15 تسبيح. خلصت، اركع. ركعت سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أيوة أسبح 10 بقى كمان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى 15 بعد قراءة الفاتحة وسورة قصيرة، و10 أثناء الركوع. طيب قلت سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، أقول كمان 10. طيب سجدت بعد سبحان ربي الأعلى 3 مرات، أقول كمان 10. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قمت من السجود عشان اقول اللهم اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وكده، يعني اقولها كمان 10. حلو قوي، يبقى كده كام لحد دلوقتي؟ 15 وانا قائم، و10 وانا راكع يبقوا 25، و10 بعد سمع الله لمن حمده يبقوا 35، و10 لما سجدت يبقوا 45، و10 لما جلست بعد اول سجده يبقوا 55. هسجد سجده تانية اقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات وبعدين اقول 10 كمان، يبقى كده 65. وانا قايم بقى اجيب الركعة التانية، ها مش واحنا قايمين نجيب الركعة التانية في جلسة خفيفة كده اسمها جلسة الاستراحة، خفيفة قوي الجلسة دي بقى، قبل ما اقوم اقف
هقولها كمان 10 يبقى كده 75. واجي للركعة التانية هقول 15 بعد ما اقرأ الفاتحة وصورة، يلا نعدهم مع بعض تاني، احنا كده في الركعة التانية، وبعدين 10 وانا راكع يبقى 25، وعشرة بعد سمع الله لمن حمده وانا واقف يبقى 35، وعشرة وانا ساجد اول سجدة يبقى 45، وعشرة لما جلست ما بين السجدتين يبقى 55، هسجد السجدة التانية يبقى 65. هقوم بقى عشان اقول التشهد الاولاني ده اخلصه انك حميد مجيد، وهم قايل العشرة الاخيرة تبقى 75 بتاعت الركعة التانية، وانا الركعة الاولى كنت قايل 75، كده ايه كام 150 تسبيح. ممكن اسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله، واقوم اصلي كمان ركعتين زيهم كده بالظبط، يبقى ركعتين 150 تسبيحة وركعتين 150 تسبيحة يبقى 300 تسبيحة. ادعي ربنا يستجيب لك وهتلاقي الخير جالك بقى بعد صلاة التسبيح.